بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى نكمل ما وفقنا الله عز وجل له من ذكر الفوائد والدرر والعبر من قصة يوسف عليه السلام وصلنا يا شباب عند قول الله عز وجل واستبق الباب يوسف عليه السلام وامرأة العزيز الكل يتسابق إلى الباب وشتانه بين السباقان شتان هو يريد الهروب من المعصيه والهروب الى مرضات الله عز وجل ويخرج من الفتن وهي تريد ان تهرب الى البلاء وتهرب الى وليس عن انما تهرب تبي تبي تحقق مراد الشيطان منها ومراد النفس وهواها لانها ابتليت بالعشق والعشق يعمي ويصم يخلي الانسان ما يشوف على قالت على قولتنا بالعاميه ما يشوف دربه. سيده على شنو؟ على طريق النار وطريق الشقة والمحبه نار. هي المحبه اللي في قلبها كما قال يعني العقلاء والحكماء سابقا المحبه نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب. فتحرق كل اسباب السعاده واسباب التوفيق ويبقى المحبوب، فاذا كان هذا المحبوب يرضي الله عز وجل امر صالح امر طيب ستحرق كل اسباب الشقاء واسباب النكد والهموم وغيره فلهذا يكون المحبوب الاعظم هو الله عز وجل نقدم حبه على حب كل شيء لهذا من الادعيه الوارده اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومن اهلي ومن الماء البارد على الظمأ. اما اذا كان راى الله عز وجل في قلب الانسان محبه غير الله عز وجل المحبه لله وفي الله هذه محبه محموده انسان يحب الشخص لله بالعكس يؤجر عليه انسان بل هذه من اوثق عرى الايمان اما ان, إن انسان الانسان يحب مع الله عز وجل الحب الشركي او الحب المحرم اللي ما يوصل لدرجه الشرك لكن قد يصل هذا الحب يدرج الى ان يصل الى شنو الى الشرك منزله عاليه من منازل الحب المحرم وهو التتيم هي وصلت شنو الشغف كما قال كما في الايه قد شغفها حبه وصل حبها الى شغاف حب حبه يوسف عليه السلام الى شغاف قلبها وفي ناس يوصل الحب فيهم يعني الحب هنقول درجات نظر بعدين تفكر ثم محبه عشق وله هيام وغرام وشغف صبابه اخر شيء يوصل الى التتيم هذه الدرجه هذه في الحب تخلي الانسان يعني مثل أو أسوأ من امرأة العزيز يسوي أي شيء بل يشرك وبيك ويكفر بالله عز وجل لأجل شنو محبوبة لأجل شهوة لأجل نزوة فلهذا الإنسان ما كثر ما يقدر يبتعد عن هذه الأبواب ويسدها كما هي سدت الأبواب لكن أبواب الفتاح شنو لم تغلق هو لجأ إلى الله عز وجل فالله عز وجل في هذا الوقت قدر أن يأتي زوجها العزيز واستبق الْبَابَ وقدت قميصه من دبر مسكته من قميصه وجرته قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب اللي هو زوجها في السابق كان نادون الزوج شنو بصفة تعظيم سيدي ومولاي في السابق يعني يعني من الأدب مع الزوج وألف يا سيدها لدى الباب هني انصدمت عاد من اللي شافت بويها زوجها خافت الفضيحه الف يا سيدها لدى الباب الله عز وجل قدر انه ياتي في هذا الوقت مع ان الله ستير يحب الستر ولكن هي تمادت الانسان في نهايه المطاف في النهايه راح ينفضح اذا دائما الله يستر يستره في النهايه شنو؟ لازم ينتبه على نفسه انه قد يفضح والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم هني يعني عاد بلشت شنو على قولتهم كاد المريب أن يقول خذوني هي تبي تبي تحط اللوم عليه ما انطرت تسمع من شو السالفه تسمع من يوسف عسام تسمع من زوجها لا على طول افترت عليه دائما المتهم يحاول شنو على قولتهم افضل وسيله للدفاع شنو الهجوم وافترت عليه وكذبت شنو قالت؟ هذا راح نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل. نسال الله عز وجل يفتح علينا ويوفقنا لحسن والفهم لكلامه سبحانه. تابعونا بعد الفاصل. وصلنا عند قول الله عز وجل والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء ما جزاء من اراد باهلك سوءا. قالت حق زوجها شنو جزاه؟ اللي يبي السوء بهلك بينت لأنه انه هو اللي غلط، هو البادي، هو يبي الفاحشه. حلو الا ان يسجن على طول شنو قالت قالت شنو يسجن او عذاب اليم ليش قالت ان يسجن او عذاب اليم قالت يسجن ما تبي يقتل لانها شنو ما اشبعت من النظر اليه ولا شبعت ولا حققت مرادها فخافت ان يقتل لان طبعا حاكم واحد يعمل فاحشه هو ما عمل لكن اتهم بالشيء هذا فخافت انه يقتل ف على قولتهم شنو؟ عقاب الا ان يسجن او عذاب اليم وفي نفس الوقت قالت ان يسجن ليش؟ ما تبي الفضيحه ما تبي ينتشر الخبر انها شنو؟ انها وقعت بالفاحشه او عذاب اليم طبعا هني قالت هالكلمه هذه هو عذاب اليم لكن بعدين لما هدى غضبها مع الوقت ما ما ارادت ان يقع فيه العذاب بس تبي يسجن لانها خافت خافت عليه والحب على قولتهم يرجع المياه المجاريها طبعا هذا حب شهواني لا يرضى الله عز وجل الحب الشهوه من العشق المحرم وفي نفس الوقت بعض العلماء استنبطوا ان قالوا قول اخر في هذه الايه قال انها يعني ان بعض النساء شنو متقلبه إذا حبت شنو؟ أعطت كل ما تقدر. وإذا غضبت هني لأن غضبت ورد في نفس اللحظة يعني توها والأيام هذه كلها الحب هذا آخر شيء يوم بس رد ردها. بعدها لما قالت بعدما ألف يا سيدها لدى الباب ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هنا يوسف عليه السلام دافع عن نفسه وهكذا المؤمن ينبغي أن يدافع عن نفسه. وياخذ حقه حتى لو ترتب عليه اخذ حقه والدفاع عن نفسه ضرر لغيره طبعا لان غيره هو اللي ظلمه طبعا هذه الضرر اللي يعني فضيحه وهي هي هي بتحق نفسها الفضيحه قال هي راودتني عن نفسي قال الحقيقه يوسف ايها الصديق لهذا وصفه بالصديق قال هي راودتني عن نفسي زين الله عز وجل سبحانه يدافع عن الذين امنوا كما قال تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا فماذا قدر الله قدر الله عز وجل كما في الايه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها قيل ان هذا الشخص هو ابن عمها وكان صغيرا في المهد هذا في احد التفاسير صغير في المهد ما يتكلم ولكن انطقه الله عز وجل كما انطق عيسى عليه السلام كما انطق ذلك كما انطق الغلام الذي شنو؟ اتهموه انه اتهموا ذلك العابد بالفاحشه ظلما فانطق الله عز وجل غلام في المهد تو مولود انطقه شنو؟ وبرأه كذلك ذكر اهل التفسير ان الله عز وجل انطق هذا الغلام الصغير ليثبت لي كذب شنو؟ امراه العزيز وصدق يوسف عليه السلام. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل من الامام فصدقت امراه العزيز وهو اي يوسف عليه من الكاذبين وحاشاه. وان كان قميصه قد من دبر اي من الخلف فكذبت هي. وهي من الكاذبين لا شك فكذبت وهو من الصادقين فماذا حصل بعدها هذا راح نعرفه باذن الله تعالى في الحلقه القادمه واشكركم على حسن الاستماع اسال الله ان ينفعنا بما قلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين